حمامة البومة الصينية اتسمت بومة لشدة شبهها بالبومة، وصينية لأنها اتطورت في الصين، لكن في الحقيقة هي مش من الصين أساسا، لكنها في بعض بيقول إن من شمال أفريقيا أو من جنوب أوروبا اللي هو زي أسبانيا، لكن في الصين طبعا خدوها وطوروها لحد ما وصلت لشكلها الحالي. حمامة البومة الصينية هي حمامة متوسطة الحجم، وبيجي منها كل الألوان، الأبيض والأحمر والأصفر والأكول والأسود والمنقط وأبو درع اللي هو بكتفات، كل الألوان. حمامة البومة الصينية بتتميز بالريش المقلوب على شكل وردة من الأمام في الصدر وبتنزل لحد الرجل، لكن طبعا الرجل من تحت والصوابع خالية من الريش، يعني مفيش ريش زي الشقلباز مثلا. والحمامة دي سهلة في التربية وكويسة في التحضين، بتأكل الزغليل كويس والزغليل بتكبر بسرعة، يعني في خلال 10 أيام بتلاقي الزغلول يقوم من الطاجن وعايز يطلع من العين، يعني الزغلول بيتحرك بسرعة. طبعا حمامة البومة الصينية بتقدر تطير، وكمان طيران سريع، يعني حلوة في طيرانها، مش زي حمام الزينة اللي ما بيقدرش يطير، لا الحمامة دي كويسة وبتطير كويس، وفي انتاجها سريعة، وفي الخصوبة عالية، يعني بتلحم العش في العش، ولو ما لقيتش مكان في العين ممكن تبيت في الارض او في اي مكان، المهم ان هي تشتغل على طول. وعشان تحافظ على جمالها لازم تراعي النظافة والتغذية السليمة، يعني طول ما هي ريشها نظيف والارضية نظيفة وضوافرها نظيفة وبتتغذى كويس، الحمامة هيكون شكلها جميل وريشها هيكون ناعم ولونه جميل. حمامة البومة الصينية حمامة خجولة، لكن تقدر تخليها تتعود عليك من وهي زغلول، بحيث تاخد الزغلول وتقعد تلعبه وتمسكه بايدك فهيتعود عليك، لكن لو ما خليتهاش تتعود عليك من الاول فهي خجولة وما بتحبش حد يمسكها وهي كبيرة. في ناس بتقول عليها كشكة او فراشة او كرك صيني، كل دي مسميات حسب البلد او المنطقة او المكان، لكن هي في النهاية اسمها حمامة البومة الصينية. المنقار قصير والراس تقريبا مدورة، منقارها قصير لكنه أطول من حمامة البومة الإفريقية. الرقبة بتبقى قصيرة ومليانة وميلة لورا من عند الأكتاف، وريش الصدر بيكون مغطي جزء من الجناحين بالتساوي، ورجليها خالية من الريش، مفيهاش أي ريش. طول الحمامة 25 سنتي، وده بيكون من الديل لحد الراس او لحد المنقار، واما ارتفاعها بيكون من تحت من رجليها لحد راسها فوق بيكون 20 سنتي. الديل بيكون ضيق محكوم وفي حوالي 12 ريشة ممكن يزيدوا او يقلوا. رجليها قصيرة وخالية من الريش، والاصابع خالية من الريش وبتكون صغيرة ولونها احمر وبتكون مفرودة وزهرة. لون عين حمامة البومة الصينية بيكون ابكم في الحمامة البيضة، وبيكون احمر برتقالي في باقي الالوان، واحيانا بيكون فيه ابيض، لكن هو الغالب الاحمر البرتقالي في كل الالوان. وفي النهاية ما تنسوش دعمنا بلايك والاشتراك وتفعيل الجرس. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.